بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله بطة في الفرن. عندنا بطة حوالي 2 كيلو، هننقعها في مية وملح وخل وليمون لمدة ربع ساعة، وبعد كده هنشطفها كويس وهنصفيها من المية بتاعتها، وهنبدأ نجهز التتبيلة بتاعتها. عندنا 3 فصوص توم مفرومين وبشر قشر ليمونتين، وهنضيف عليهم معلقة صغيرة بابريكا ومعلقة صغيرة من بهارات الفراخ، والطريقة بتاعت بهارات الفراخ الرابط بتاعها موجود في الوصف تحت الفيديو، ومعلقة صغيرة كاري، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة ونص ملح وفلفل اسود، ومعلقة كبيرة صلصة طماطم معلبة او كاتشب على حسب ما احنا عايزين، ومعلقة كبيرة خل، ومعلقة كبيرة زيت. وهنضيف حوالي 3 معالق كبار مية وهنقلب كويس، وهنتبل البطة كويس جدا من جوه ومن بره بالخلطة اللي احنا عملناها. بعد كده عندنا ورق فويل تقيل، ولو مش موجود ممكن نستخدم ورقتين فوق بعض من الفويل العادي، وهنحط على الفويل ورقة زبدة، ولو مش عايزين نستخدم ورق الزبدة مفيش مشكلة، بس هو بيكون أفضل صحيا. وهنحط على الورقة حلقات بصل كبيرة وهنرش عليها رشة ملح صغيرة، وهنحط البطة على حلقات البصل، وهنقفل الورقة كويس جدا من كل الأطراف، وهنحطها في صينية أو صاج، وهندخلها الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 220. وخلاص كده البطة استوت معانا، وهتاخد معانا في الفرن وهي متغطية حوالي ساعة ونص. بعد كده هنشيل من عليها الفويل وهنشغل عليها الشواية من فوق، وهنقلبها علشان تاخد لون من على الناحيتين. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة.